ما هو الفرق بين الماء الحي والماء الميت؟ هل سألت نفسك يوما ما إن شربت من أحد الأواني الفخارية لماذا يبدو طعم الماء منعشا وجميل بشكل غريب وملفت؟ فهذه الأواني من الطين والتي تسمى بالقلة تجعل الماء باردا ومنعش بشكل عجيب للغاية. هذا لأنك تشرب الماء الحي. أثبتت الدراسات العلمية أن الماء الذي نشربه سواء كان من الصنبور أو المعبى في قارورات بلاستيكية هو ماء ميت. نعم، ماء ميت لا يستفيد منه الجسم استفادة كبرى مثل الماء الحي. ولجعل الماء حي ومفيد للجسم يجب وضع الماء في أواني فخارية يحييه ويعيد له طاقته العجيبة وحيويته النادرة، وذلك بعد أن تغير الماء وتغيرت تركيباته بعد تعرضه لضغط الأنانيب التي تحمله إلى البيوت. ولأن الفخار أقرب مادة لجسم الإنسان، فكان هو أكثر مادة يمكن أن يحفظ فيها الماء ويعيده كالسابق قبل أن تدمره وتغير منه الأنانيب. وقال العلماء إن الماء لما خلق أول مرة كان على صورة صحيحة، ثم حدث له عدم انتظام، والعلماء يسمون الماء عديم الانتظام بالماء الميت. وهذا هو الفرق بين الماء الميت والماء الحي. وعلى هذا فالماء الحي هو الماء الذي تمت إعادة ضبط انتظام ذراته من جديد، وذلك بتسليط طاقة مغناطيسية محددت القوة عليه. وقد وجد العلماء أن الماء الحي له تأثيرات طبية غريبة وتأثيرات في النمو وزيادة الإزهار في النباتات، وذلك لأن شحنة الفخار شحنة سائبة مثل شحنة الأرض، والشحنة هذه كانت قادرة على قتل الأجسام الدقيقة الضارة التي في الماء. يعني أن الفخار ينقي الماء من الشوائب البيولوجية، لأن معظم الكائنات الدقيقة السيئة شحنتها موجبة. وعند وضع الماء في جرة الفخار يصبح الماء قلويا، وذلك حينما تشرب الماء من جرة الفخار فأنت تشرب ماء قلوي، وهذا يعني أن دمك سيصبح قلوي، وهذا شيء ممتاز لمنع نمو السرطان، لأن الخلايا السرطانية لا تنقسم في وسط قلوي، بالإضافة لأن كل الالتهابات تختفي داخل الجسم لأن الوسط القلوي يمنع الالتهابات والأمراض. ثانيا، الماء من جرة الفخار يصبح قلوي، وهذا معناه أنه فيه كمية أكسجين أكبر بمئتي مرة من الماء الذي في زجاجات بلاستيكية. فعندما تشرب الماء من الفخار سيصل الأكسجين لكل جسمك ويقتل كل الخلايا الهوائية كالخلايا السرطانية والالتهابات وكل الأجسام المسببة للمرض لأنها